صباح الخير عليكم متتبعين ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين مع الصحه؟ ناري قلت لكم صباح الخير، كنصور هذا الفيديو مع الصباح وشي نعس، الا راني راه فاقت دابا عاد هي في بلايص تحل عيني حدايا، حيت غنصور فيديو بغيت نوصل غير واحد الميساج صغير وغادي يرونوني. واو واو جلسي هداي جلس نتوما عارفين. ايوا المهم درت قهيوه نهاتي صوبو الطق، يا ربي تسهل عليا ناخد شي تيليفون لا كلاس، انا ريا بلاصة فيا الجوع، شوفو سمعتو على عيني. درت واحد القهيوة كحلة، طبختها مزيان، وقلت راه نصور معاكم واحد الفيديو، ان شاء الله تكونوا لاباس وبخير، وتحية للناس ديالي صحاب الجالية داخل المغرب، الناس الجزائر، المهم كاع المتتبعين ديالي تحية ليكم كبيرة، والله يحفظكم يا ربي من كل شر. وقع لي واحد البلان، وقع لي واحد البلان كبيدات في السعيديه، وقع لي واحد البلان في السعيديه وضرني في خاطري، عرفتي شنو هي؟ ضرني في خاطري والله العظيم الا من القلب. تحيه للناس ديالي كاملين، اقسم بالله العظيم، يعني هاد خيتنا هادي اللي وقع ليها معايا، وقع لي معاها البلان، ماشي الاخر، كلهم ما شاء الله عليهم، ما شاء الله يحفظكم يا رب. الناس ديالي كاملين المتتبعين ديالي اللي مازال ما تلاقيتش معاهم ولا اللي تلاقيت معاكم في السعيديه، كل المتتبعين ديالي كنقول لكم تحيه لكم كبيره مع اختكم سميه، والله يسعدكم في حياتكم، واحتراما لكم كبير. انا واحد النهار البنات في التيك توك، انا غادي نبدا لكم عاد ونقول لكم هاد خيتنا شنو دارت معايا. واحد النهار في تيك توك كنا طالعين لايف رباعي، طالعين رباعي كنلعبو عادي، نتوما كتشوفو داك طالعين رباعي، طلعو موني، كنا حنا ثلاثة طلعو مونينيكس الرابع، نتوما راه ميمكنش ما تعرفوش مونينيكس، مونينيكس ما كيحترم حتى واحد، مونينيكس يونس ما كيحترم حتى واحد، مونينيكس كيعاير هذاك فمو، هذيك حياته انا ماشي شغلي فيه، ولكن اللحظه من طلع معانا انا بقيت لاعبه، لعبت معاهم جوله، اللحظه من طلع معانا احترمني، اقسم بالله تصوروا كان بغى يقول شي واحد شي كلمه وقال لي سدي لي ميوت، قال لي سميه سدي لي ميوت باش انا ما نسمعش، وراه الناس سجلوا داك سميتو راه شافوا كلشي، يعني ما خسر معايا هضره، انا اصلا ما غنرضاش، انا لو كان خسر الهضره غنهبط، ولكن مهما شفتو ما خسرش الهضره معايا واحترمني، عادي لعبت جوله عادي ولعبت وهبطت بحال هادي. انا كنحترم كل واحد، كل واحد حياته، كل واحد غيتعلق مكراعو. المهم لعبنا جوله صافي، الله يعاون الله يعاون، باحترام هادي عادي، انا نسيت داك الموضوع صافي. هاد المره كنت في السعيديه، قال لي ياسين ماما بالليل، قال لي ياسين ماما مشي جيت المعرض نديرو دوره، عاد هاد العام انا ما تساليش ملي جيت المعرض ولا لا لا لا، مره وحده اللي مشيت هي هادي وقع لي فيها المشكل وتعصبت وبقيت كنجف ما نكذبش عليكم. قال لي ياسين ماما نمشيو جيت المعرض، قلت لي اه مشينا جيت المعرض، يلا داخلين المعرض، يلا داخلين، وانا نتلاقى جوج عيالات، جوج يكون في عمرهم لا وحده كبيره وحده لا 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 هذيك وحده، لا لا وحده كبيره، والاخرى يكون اللي وقع لي معاها المشكل يكون في عمرها 52 عام 54 عام هكاك، والاخرى كبيره شويه عليها، ولكن ما هذيك ما هضرات ما والو، هذيك الديره كانت واقفه ما ندي ودنو بحد، هذيك مسكينه كانت واقفه. انا داخله المعرض وما خارجين وما جاوبتهاش ديك الساعات مزيان، دابا جيت نجاوبها في الفيديو حيت هي كتفرج فيا، جيت نجاوبها. السلام عليكم، لكم سمحت دابا انا ما يمكنش نتمشى مترو وما لقاش المتتبعين ديالي. سلام سميه، الله يعاونك سميه، المهم
عادي. السلام عليكم. وعليكم السلام. قالت لي قلت لك علاش طلعي مع مونينيكس بهاد هاد الارفض اللي كنهضر معاكم؟ هي باش هضرت معايا هي، علاش غطلعي مع مونينيكس؟ بحال جا شي واحد وضربني بسقله. دشت قلت لها يا انا مونينيكس طلعت معاها عادي، لعبت معاها جوله، ولكن راه احترمني وشتو شي معيار ولا شي حاجه. قالت لي لا ما شتش المعيار، ولكن انت مغربيه ما خصكش تطلعي معاه. شوفوا الهضره كي دايره، شوفوا الهضره كي دايره. قلت لها سمعي نقول لك، كل واحد حياته، وكل واحد كيتحكم في حياته، وكل واحد كيمشي حياته. انا ما غاديش نحكم في شي واحد اخر، ولا في شي وحده غادي نقولوا ما ديش دير هذه، كل ما ديش هذا كيدير ولا ما يديرش، ماشي شغلي فيه. حياته والله يعاونه، ما شغلي حتى في واحد، انا شغلي في راسي. قالوا سيدنا عبد القادر المجدوب، قالوا اصحاب لي الناس اللي كتحترمني، انا اللي كنحترم راسي، كنشوف راسي انا كنحترم الناس تحترمني. ما يسمعوش مني كلمه خايبه، هذاك هو الفضل وراس المال. ما كل واحد الله يعاونه، كل واحد انا ما شغلي حتى في واحد. قالت لي ما قالت لي لا ما تطلعيش معاه. قلت لها واش انتي مريضه؟ انتي غادي تجي عندي اللايف نطلع مع هذا ولا ما نطلعش مع هذا؟ قلت لها شوفي راه كل واحد حياته، خصكم قلت لها خصك تعلمي كل واحد وحياته. قالت لي من غيمشي عند عزراين غادي يعيط لك. درت فيها انا ها قلت لك كيفاش من يمشي عند عزران يعيط لي؟ شنو دايره انايا؟ شنو دايره؟ ما زادتش هضرات، ضربات الدوره هكا يعني، مشات وصلت هكا قلبات ظهرها. قالت لي ايوا كيصحاب لي، انت ماشي بحالو الساعه بحالو. راه الا زدت عليها كلمه راه كتفرج فيا، الا زدت عليها كلمه ما تسمحوا لي لا الدنيا الاخره تغدى قدام الله بهاد الار هكا هكا. ودابا انا ما جاوبتش ديك الساعات، انا بقيت كنشوف فيها صافي مشات. تلفت قلت والله تندير فيديو، ما هي كتفرج فيا، انا ندير لها فيديو باش نسمع لها. غادي نسمعك الكوبيده ديالي، غادي نقول لك قلتي لي واش انت انا شتي لي هزه الموزون وكان شنو كيفاش؟ واش شتي لي كنسب في الناس؟ حنا دابا غير نشوفو شي حد كيهضر مع شي حد، هذاك الانسان خايب، راه كل واحد وحياته. علاش ما تعلموش تدخلوا كل واحد بحياته؟ راه تقدري انتي بهذيك النميمه اللي فيك وديك الهضره وداك التبركيك، راه تقدري انتي. ما فهمتش انا، انا شوفوا انا اقسم بالله الا شي نهار غنحمر، شي نهار غيخرج ليا العقل. والله تصوروا انا ما كنديها في حد، ما نتسوق لحد، ما نعاير لحد، مش هو انايا المعيار والسبان. وما فهمتش والله ما فهمت، ندير فيديو يدخلوا يعايروا تيك توك سعايا، كنقول معليش خلي كاع كنساوب والله معليش، ولكن السعايا حنا لما كنقولوها السعايا كنقولوها هي اللي كتجلس باب الجامع، باب السوق، باب الحانوت، كدير هكا ليدها وتقول في سبيل الله، هذيك هي. اما انا كندير فيديوهات ديالي عاديين مع المحبين ديالي، ماشي مع دوك بلا ما نهضر عليهم، مع الناس اللي كتبغيني كندير فيديوهات محترمين. ما انا كنمد يدي ونقولهم عطيني، ما انا كنمشي عندهم الخاص ونقولهم عطيوني، ما انا كنتحدى اي واحد اي وحده ولا اي واحد نتحداهم يشهدوا فيا شهاده الحق ويقولوا ما عمري قلت لشي حد عطيني، وما عمري نقولها، ما عمري نقولها. صافي كندير فيديوهات ديالي عاديين، ما كنتسوق، طالعه بالمحتوى ديالي نقي، طالعه بالمحتوى ديالي نقي، انا وليداتي نقي، ما كنتسناش نطلع انا على ظهر شي واحد ولا، طالعه بمحتوايا نقي. طيبت حاجه نشاركها مع المتتبعين، شي حاجه كنشاركها مع اي حاجه نشاركها مع المتتبعين، خرجت كنشاركها مع المتتبعين، محتوايا ما كنتسناش انا نطلع على على ظهر واحد اخر. راه خو بنادم فهم
ما فهمتش. انا شوف انا اقسم بالله العظيم الى العقل ديالي غادي يمشي ليا بالاعصاب. ما فهمتش انت ما ديها حتى فواحد، انت منخله ما كتديها حتى فواحد، وهما كيديوها فيك انتيا. اش علاش تديوها فيا انايا؟ اش دايره هاد السميه؟ صحاب اليوتيوب انتما كتشوفوا اللي عندكم اليوتيوب وكتفرجوا فيا، انتما كتشوفوا المشاهده ديال اليوتيوب واش كندخل شي حاجه ولا، يعني راكم كتشوفوا. واللي حبوا الله وراه حبوه، واللي قلبه زوين وراه عمر ربي يخيبه، واللي قلبه فيه الخير راه عمر ربي يخيبه. مالي كانت سميه مسكينه جري منو 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 ما عندهاش حتى واحد ما عقل عليها. دابا كلمه جوج يهضروا عليا كلمه، راه شوفوا انا اقسم بالله الا جيت نهضر لكم راه لا اله الا محمد رسول الله. بنادم كيبين لك على الحقد، بنادم كيبين لك على السم، بنادم كيبين لك على الكراهيه اللي فيه في قلبه، ورا ما عمركم تربحوا والله لا ربحتوا. قالك صفي تشرب صفي تشرب، وهذيك الكلمه ديال خيتنا حرقتني في قلبي من قالت لي ديك الكلمه، بحالي انا عريانه، بحالي انا كنشطح، بحالي انا كنسب، بحالي انا راه محترمه. انا في تيك توك كنطلع لايفات، كنطلع مع يعني اللي كيحترموني، هما اللي ما كيحترمونيش راه ما نلعبش معاهم جوله. عرفتوا بحال دابا العيالات اللي كيهضروا عليا انا، العيالات اللي كيهضروا عليا انايا ياك. جاو مول الحوت، خصني نوض نشري لوليداتي الحوت يعني هما القطوط. المهم العيالات اللي كيهضروا مني معايا انا عليا انايا ياك، عليا انايا انا راه محترمه، انا كنحترم الصغير والكبير. انا يكفي العائلات كيديروني في التلفازه ويتفرجوا فيا وتفرج فيا عائله كامله، يكفي. سمحوا لي واحد دقيقه. يكفي ديك العائله كتفرج فيا وكتبغيني، يكفي بارك عليا. سمعتوا هذاك راه فضل من عند الله، هذاك احترام كتفرج فيك عائله كامله انت ووليداتك. سمعتوا ولا اله الا الله ومحمد رسول الله. ونعاود نقول لكم ما عمر شي وحده تغلط معايا، ما عمر شي وحده تقول لي شي كلمه هكا، ما عمر شي وحده تغلط عليا، حيت خصكم تعرفوا انا بعداك غير كندير فيديوهات وكنشارك فيديوهات مع الناس المحبين ديالي. وانتوما ما كتخرجوا ما كتدخلوا ما كتشوفوا جلالكم، انا كندير فيديوهات ومحترمه راسي، وحالت هذوك اللي غادي تهضروا فيا حالتكم وكيتكم. عرفتوا ونعاود نقول لكم اللي بغات اللي المهم خليهم الله ياخذ فيهم الحق. وما عمر شي وحده تغلط عليا، راه هذيك السيده اللي غلطات عليا في السعوديه منعات ليا، بحالي دهشت بحالي ضرباتني بصقله، ولكن ان شاء الله يجي النهار ونتلاقى معاها ونغسل لها ودنيها مزيان ونصيفطها. فهمتوا؟ وما عمرك سمعي نقولك ما عمرك تلاقي مع شي وحده وديري لها داك الديكور اللي درتي لي انا. نعاود نقول لك انا محترمه والكل كيحترمني، وهذا فضل من عند الله. راه ساهل باش ديري اي حاجه، ولكن لا انا محترمه كي كنعيش حياتي، كي كنصور فيديوهاتي، كي كيعرفوني الناس. ولهري خط المتتبعين ديالي اللي كيبغوني غنخليكم نوض ناخذ الحوت، مول الحوت راه كيتسناو كيدوق. المهم تاي لهري خطكم كاملين والله يسهل عليكم.